صباح الخير مشاهدينا الكرام، اليوم نحن متواجدين معكم بمركز الدكتور أسعد أحمد الشيخ المتخصص في زراعة المفاصل الصناعية وجراحة المنظار والإصابات الرياضية واستشاري جراحة العظام والمفاصل. اليوم بدنا نتكلم عن التطور الكبير في عالم الطب وخاصة في عظام في مشاكل العظام. طبعا كما نعلم بأن المجال الطبي يشهد تطورا كبيرا في عملية تنظير العظام، وطبعا نتكلم اليوم عن عملية نوعية لمعالجة كيس عظمي بداخل العظم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ولمعرفة تطورات العلم وخاصة في مجال جراحة العظام، يسرنا أن نلتقي الدكتور أسعد أحمد. أهلا بك دكتور، أهلا وسهلا، ويسعد صباحك. شكرا جزيلا، شكرا على التعريف والتقديم. نعم. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية خلينا نوضح للمشاهدين ماذا نعني بالكيس العظمي داخل العظام. نعم، هو الأكياس العظمية حقيقة أنواع. الآن أغلب الحالات هي حالة مرضية لا شك تصيب العظام، أكثر شيوعا عند الأطفال بين عمر 5 إلى 15 عاما. نعم. ومعدل الأعمار عادة لهذه الحالة المرضية 9 سنوات. الآن الكيس العظمي هو كيس داخل العظم يحتوي سوائل، وهذا الكيس قد يزداد في الحجم ويكبر إلى أن يعمل على ترقق الجدار العظمي وقد يسبب كسر في العظم. الآن قد يحدث في أماكن مختلفة من الجسم، لكن الأكثر شيوعا هي الجزء العلوي لعظم الفخذ وعنق عظم الفخذ وأيضا أعلى عظم العضد. الآن الخطر من هاي الأكياس العظمية هو حدوث كسر، والكيس العظمي كلما كان أقرب إلى غضروف النمو، يعني تعلم أو تعلم أنه في الأطفال هناك غضاريف نمو هي المسؤولة عن طول العظم. الآن كلما كان كيس العظم أقرب إلى غضروف النمو كلما كان نشيط ويزداد أسرع بالحجم، وكلما كان أيضا هناك خطر أكبر لعودته بعد المعالجة الجراحية التي تعتبر أحيانا يعني تحدي. دكتور، ممكن هذا الكيس العظمي المتواجد يكون موجود في بداخل العظم ولا بدون ما نشعر؟ يعني في أسباب معينة وراء نشوء هذا الكيس؟ نعم. الآن أسبابه حقيقة يعني لا يوجد سبب أكيد، هناك عدة نظريات موجودة ودراسات، من أهمها حقيقة من أهم هاي الدراسات أو النظريات هو وجود انسداد في الأوردة في داخل العظم اللي مسؤولة عن تصريف السائل النسيجي. ولهذا ما بيصير تصريف للسائل النسيجي، اللي هي بتجمع السائل وبيعمل كيس، وهذا الكيس بيكبر تدريجيا. الآن في بعض النظريات الحديثة جدا حقيقة إنه من أسباب هاي الأكياس اللي هو طفرات جينية، ولهذا هذا موضوع بحث كبير الآن كيف يتم في المستقبل علاج هاي الأكياس أو حتى منعها بالهندسة الجينية. يعني دكتور، أثناء التكون الجنيني ممكن يكون هناك طفرة جينية تكون السبب في نشوء هذا الكيس قد العظمي؟ يكون، وقد يكون تطوري. الوراثة تلعب دور بالموضوع ممكن إذا كان غالبا. الأب مصاب ب غالبا لا غالبا. ما في أي مشكلة. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن موضوع التشخيص، كيف بيتم تشخيص وجود الكيس العظمي داخل العظم؟ يعني هل في بيكون جرس إنذار بيكون حقيقة لهذا هاي الموضوع؟ الأكياس يعني وجود أعراض منها أو تسببها هو بيعتمد على عدة عوامل، أهمها حجم الكيس ووجود كسر مرافق له. الآن أغلب حالات الأكياس العظمية حقيقة تشخص عن طريق الصدفة، بمعنى آخر طفل صار عنده حالة سقوط مثلا، صوروا للكاحل أو للركبة، وجدوا بالصدفة الكيس. لأن هاي الأكياس تكون حجمها صغير ولا يوجد خطر من وجود كسر. هاي الحالات عادة حتى احنا في علاجها رح نتطرق للموضوع بالمتابعة. الآن الأكياس العظمية إذا كانت كبيرة، إذا سوت ترقق في الجدار العظم، إذا سوت كسر دقيق أو أحيانا كسور كبير، وقتها هي رح تعطي الأعراض، وهذا حقيقة اللي بقودنا إلى موضوع العلاج. الآن تشخيصها إذا جاء الطفل بيشكي من آلام، صورنا المفصل، الصورة الأشعة السينية، عادة يتم التشخيص من خلال الصورة العادية. تمام. يعني هناك صفات خاصة للكيس العظمي بالصورة العادية، لكن أحيانا حقيقة بنستعين بالصورة الطبقية أو صورة الرنين، والهدف إنه نقيم الحجم الحقيقي للكيس، لأنه بالصورة الشعاعية إحنا بننظر من جانب واحد، لكن بالصورة الطبقية ننظر من جميع الجوانب، ولهذا يتم تحديد مدى حجم الكيس وأيضا
كم مدى ترقق جدار العظم وفي حال وجود كسور دقيقة أو فعلا اختراق لجدار العظم. نعم. يعني ممكن يتطور هذا الكيس أكثر ويسبب مشاكل كسر. أكثر وأكثر. نعم. طيب نعم. دكتور، خلينا نتكلم عن حالة خاصة، وهي طفل عمره 10 سنوات كان مصاب بكيس عظمي بداخل العظم وتم علاجه عن طريق المنظار. خلينا نوضح بداية للمشاهدين حالة هذا الطفل. نعم، هو حقيقة هو طفل عمره 10 سنوات عانى من آلام منذ تقريبا 6 شهور. نعم. وهي الآلام كانت تزداد تدريجيا إلى أن وصل لمرحلة من يعني منذ 2 شهر تقريبا غير قادر على المشي، بيستخدم الووكر، يمشي بصعوبة، هناك آلام شديدة. الآن هذا الطفل حقيقة يعني حضر لإلي على كرسي متحرك، هناك صعوبة شديدة بالمشي. أجرينا الصورة الشعاعية، والصورة الشعاعية أظهرت وجود كيس عظمي في عنق العظم. جزء إذا بتشاهد هون على الشاشة تماما. الآن هذا الكيس العظمي اللي هون اللي موجود ظهر بالصورة الشعاعية العادية، وهي صورة تشخيصية حقيقة تماما، لكن لا يبدو تفاصيل الكيس العظمي بالصورة. ولهذا أجرينا الصورة الطبقية إذا بتلاحظ هون. نعم. هاي الصورة الطبقية أظهرت مقاطع. إذا بتلاحظ في أحد الصور الكيس كبير في عنق العظم، هذا تماما. احنا نسميه عنق عظم الفخذ. هذا المنطقة اللي أنا بأشر عليها الآن هي هاي غضروف النمو. فإذا بتلاحظ الكيس قريب جدا على حافة غضروف النمو، وبنفس الوقت كبير في الحجم. إذا أخذنا المقطع المحوري هون بتلاحظ أنه في كسر في الجهة الأمامية تماماً. من عنق العظم، ولهذا هذا بيفسر الآلام الشديدة اللي عانى منها كان يشعر منها الطفل والصعوبة بالمشي، لأنه هذا حقيقة كسر. إذا كان هذا الكيس ضاغط على العظام وكان في كسر أيضا متواجد. نعم. فسبب عنده مشاكل الألم وصعوبة في الحركة تماماً. الآن هاي النوع من من الأكياس اللي موجودة في منطقة حرجة عليها إجهاد كبير في الجسم، اللي هو منطقة عنق عظم الفخذ، وبهذا الحجم حقيقة وبوجود الكسر في الجدار الأمامي لعنق عظم، هاي الحالات تستدعي تدخل جراحي وبسرعة تماما، لأنه في هذا العمر إذا صار كسر حقيقة بصير نقص تروي على رأس العظم، واللي ممكن يأثر على مستقبل الورد من ناحية الاحتكاك وتشوه ممكن تشوهات في رأس العظم. طيب دكتور، ما قبل المنظار، ما قبل ما يدخل هذا العلم ويتطور، كيف كانت تتم العملية الجراحية؟ حقيقة هاي الأكياس العظمية كما تطرقنا يعني للتو أنه علاجها بيعتمد على عدة عوامل، أهمها حجم الكيس، مكانه، ووجود الكسر أو خطر، حتى خطر وجود الكسر هو مبرر لإجراء العملية. تمام. الآن هاي الحالة اللي لاحظت شفت صورها الآن في كسر موجود، ولهذا لابد من علاجه. الآن سابقا وحتى الآن يعني في بعض المراكز تجرى عمليات معالجة للكيس بإجراء التداخل الجراحي، وهي الطريقة التقليدية حقيقة. تماما. بحيث أنه يكون الجرح كبير، ندخل لمنطقة الكيس، نحدث فجوة في جدار الكيس، ومن ثم يتم تنظيف الغشاء المبطن للكيس عن طريق أداة حت أو أداة حف. الآن هاي الطريقة تقليدية تماما. وبعد ما يتم حف جدار الكيس أو الغشاء المبطن للكيس بتم وضع مادة يعني إما طعم عظمي بأخذ من نفس المريض، أو بتم حقن مادة يعني عظم صناعي تماما. هذا كان طبعا ما قبل تطور. نعم.